بالنسبة بقى لتفاصيل درجات الحرارة وحالة الجو إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة هيمدنا بيها مشكورا دكتور محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتور محمود صباح الفل على حضرتك وأهلا بيك في 10 الصبح في الأهلي. صباح الخير استاذ كريم استاذ نهاوند، اهلا بيك يا فندم وكل الساده المشاهدين. صباح الفل على حضرتك. اهلا بيك. عايزين نطمن بقى كالعاده من حضرتك على ان شاء الله الايام اللي جايه جو متوقع يبقى عامل ازاي؟ هل في موجات حاره متوقعه ولا لسه شويه على الحكايه دي؟ لا والحمد لله لسه الاجواء مستقره بشكل كبير، يعني لسه درجات الحراره حول المعدلات الطبيعيه، مفيش موجات شديده الحراره خلال هذه الفتره. الويك اند الحمد لله درجات الحراره فيه 33 درجه مئويه في الظل طبعا على القاهره، دي تعتبر درجات حراره ممتعه جدا خلال هذه الفتره. حتى الرطوبه لسه طبعا ما ارتفعتش بشكل كبير، ما تجاوزتش لسه 80% حتى على القاهره الكبرى والوجه البحري، لكن طبعا ما فيش كلام بتصل الى 90% على سواحلنا الشماليه. يعني نعتبر اجواء مستقره خلال هذه الفتره. طبعا الاستمتاع بالشواطئ المطله على البحر المتوسط في الويك اند تعتبر افضل المناطق في جمهوريه مصر العربيه خلال هذه الفتره لقضاء عطله عيد. حلو ده. حلو، خبر حلو منك، بقالنا اسبوعين ما بناخدش اخبار حلوه يا استاذ دكتور محمود. بس الحمد لله الدنيا مستقره حتى في باقي الجمهوريه، اللي مش هيروح للسواحل فبرضه الاجواء مستقره داخل الوجه البحري والقاهره. جميل. طيب بالنسبه بقى لارتفاعات نسب الرطوبه وبدايه توالي الموجات الحاره، ده هيبتدي معانا من امتى كده ان شاء الله؟ ولسه الحمد لله حتى الان يعني دخول او امتداد منخفض الهند ما يتوغلش بشكل كبير داخل الحدود المصريه، لسه الكتله الهوائيه ما تشبعتش بكميات كبيره من الرطوبه او من بخار الماء في البحر المتوسط، من البحر المتوسط او من البحر الاحمر. فالحمد لله لسه يعني الموضوع نخش شويه مع شهر 7 او في النص الثاني من شهر 7 طبعا بتكون المواضيع اكثر تاثيرا ان شاء الله. هو عموما يعني هو منخفض الهند عايز مننا ايه يا دكتور محمود؟ يعني دايما بيتم ذكره مع كل موجه حاره واحنا بنسيح في نفسنا ولازم يتقال كلمه منخفض الهند، مفيش مفر من المنخفض ده خالص يا دكتور محمود؟ لا طبعا مفيش مفر، دي الكتله الهوائيه سائده، يعني الكتله الهوائيه السائده في المنطقه في فصل الصيف. يعني كل فصل من الفصول في كتل هوائيه ثابته او سائده في معظم ايامه. فصل الاستقرار طبعا هو فصل الصيف، مفيش تغير وتنوع فيه كتير، هما كتلتين اللي بيأثروا علينا في الفترة بتاعت الصيف، في الثلاث شهور بتوع الصيف، يا إما منخفض الهند اللي بيخلي درجات الحرارة وارتفاعات الرطوبة تكون كبيرة، أو امتداد مرتفع العروض الوسطى اللي بيكون جاي من جنوب أوروبا اللي بيلطف الأجواء شوية. وده الحمد لله تأثيره موجود علينا خلال هذه الفترة، يعني نقدر نقول إن الكتلتين في ميكس بينهم خلال هذه الفترة. لسه ما توغلش بشكل كبير منخفض الهند اللي عشان يبدا يعمل تاثيره الاكبر ويقلل من تاثير المرتفع على العروض الوسطى. كويس. توقعاتك لماتش النهارده يا دكتور محمود؟ لا ان شاء الله باذن الله يعني نكسب باذن الله ونبقى الفارق بتاعنا الطبيعي الخمس نقط ان شاء الله نحافظ عليهم. وان شاء الله المسيره الطبيعيه بتاعت النادي الاهلي. ان شاء الله خير. احنا الحمد لله النهارده كمان ما عندناش غيابات تقريبا، يعني يعتبر التيم كامل او السكواد كامل، فان شاء الله خير. انا متفائله، انا قلت 3-1 هيبان. هيبان. شكرا. ان شاء الله خمس نقط فارق اللي يريحنا حتى نهايه الدوري ان شاء الله. شكرا جدا دكتور محمود على المداخله دي، شكرا لحضرتك.